بيرسم بيك نفسه. يعني ممكن يكون كلام عادي بس يعني ما حدش بيتكلم سياسة ولا بيأيد يعني حاجة معينة. وعادي يعني في مدرسين بيعملوا مثلا مشاكل. امبارح حصل مشكله عشان واحد كان بيغني مات حسين الايادي دي. مدرس جه ضربه يعني كده قال لهم اه طبعا بنتكلم في السياسه كتير. وفي مدرسين اخوانيين وفي مدرسين لا هما ما بيفتحوش معانا المواضيع دي اساسا.